يعني هو already started the exponential and the logarithms مش كده، وخدنا زي ما نشوف ادي ال exponential 4 وكانت الجراف بتاعها عامل كده and this graph is the graph of the exponential function and this graph also is the graph of the exponential function but when a is between 0 and 1 okay the first is increased and the second is decreased okay and the logarithmic function as we studied before is the inverse of the exponential function this graph is a graph of the exponential function and this is y equals x which is identity function نعرفين ان الاف سيركل اف باور اوف نيجاتيف 1 اوف اكس ماست بي ايكوال اكس الواي ايكوالز اي باور اوف اكس اند واي ايكوالز لوج اي لوج اكس ذا بيز اي دول انفيرسز تو اتش اذر دول انفيرسز اوكي This is one and this is one. لاحظ ان ده انفيرس على اللاين ده اللي هو الواي ايكوالز اكس. كله معايا؟ طيب. ادي دي والانفيرس دي مهمه جدا. تاخد سكرين شوت او ده موجود على الاس ام اس. كمل. اكسبوننشال فانكشن. ده اكزامبل الاكسبوننشال فانكشن. وال e وقلنا ال e approximately equal to 2.7 او دي ال exact value of e وطبعا دوت لغايه 18 decimal point ماشي ال e 2.71 و e power of x اسمها exponential function برضو بس ال base is e اللي هو 2.71 اوكي add the graph of e بتاع y equals e power of x هو نفس اللوغاريتم هو نفس الاكسبونشال وبرضه لو كان log للبيز e هيبقى انفيرس عليه اوكي كل ده خدناه وبيسمى natural logarithm والتاني بيسمى ايه؟ نورمال add ال e وادي ال ln x يعني لو كان البيز اي يبقى بنجيب اللين لو كان البيز 10 يبقى بنجيب الباور العادي اوكي لو كان لوج عادي كل ده خدناه قبل كده ده ريفيجن بس ده البروبرتيز ذا سم اوف ذا لوجز اوف ذا لين لوج اند لين نفس الحكايه ايكوال ذا لين اوف ذا برودكت وذا ديفرنس اوف ذا لوجز ايكوال لوج ذا ديفيجن اوكي قلنا هنا كان الباور لين A أو لوج A يعني قلنا لوج أو لين مفيش مشكلة لوج A the power of N equals لين لوج A أو لين A هي هيها أوكي هنا لين E power of X equals X ماشي عشان البيز هيبقى E طيب مين ده اللي داخل دلوقتي؟ كمل لو قلنا solve e power of x equals 8 ادي e power of x هناخد اللوج لل two sides عشان ال e هناخد اللن يبقى هتبقى x ln e equals ln 8 مش كده ولا ايه؟ حسب الرول ماشي كده لين اي طبعا البيز اي هيبقى ايكوالز 1 لين اكس ايكوالز لين 8 وي كان فايند ات باي يوزنج ذا كالكوليتر اوكي سولف اي باور عشان بس الاي ما تبقاش غريبه علينا اي باور اوف 7 اكس ماينس 4 ايكوالز 6 برضو ناخد لين للتو سايدز اهو لين اي 7 e power of 7x minus 4 equals ln 6 okay
اهو طبعا هنا لن اي باور اوف 7 دي اتحلت ازاي؟ دي جت كده اهو 7 اكس ماينس 4 لن اي ايكوالز لن 6 اند لن اي ايكوالز 1 يبقى 7 اكس ماينس 4 ايكوالز لن 6 اللي هي دي اوكي يبقى 7 اكس ايكوالز اند اكس ويل بي يعني ديفايد باي 7 تو فايند ذا فاليو اوف اكس اند يوز ذا كالكوليتر اوكي ادي المسائل اللي بعديها لن اي باور اوف 2x ماينس 3 اي باور اوف اكس ايكوالز 10 برضه هناخد لن للتو سايدز اهي ادي الاي باور اوف اكس باور اوف 2 هي هياها اوكي ممكن نعمل فاكتورايزنج هنا تبقى اي باور اوف اكس اند اي باور اوف اكس ناخدها مسالتين هتبقى هنا ماينس 5 وهنا بلس 2 مش كده ولا ايه؟ نعم ناخد كل واحدة مع بعضها ادي e power of x ماينس 5 equal 0 يبقى e power of x will be 5 يبقى ناخد ln لل 2 sides يبقى ln e power of x equals ln 5 يعني x ln e equals ln 5 يعني ال x اعتبر ان ln e equals 1 equals then 5 and use it. Okay. This the steps. Value. E power of x. Oh. طبعا هنا e power of x equals negative 2. Then no solution. لأن ال e أصلا ب 2.71 مش number يعملها power يخليها negative أبدا. لأن ال base is positive يعني. يبقى ماشي كده. يبقى ده no solution هنا. وده solution بتاعنا. Find it by using the calculator, which is ln 5. Okay. Another one. Equations of the form ax plus b. Okay. We can take ln. Solve ln. 8x plus 7 equals 5. Type ln لها rule. ال plus ده معنى ايه? اهو. بصوا كده معايا. دي اتحلت ازاي؟ هنا لن 8x plus 7 ده natural logarithm لن equals 5 the base is e يبقى as a formula of power of logarithm تبقى e power of 5 equals 8x plus 7 okay يبقى e power of 5 equals 8x plus 7 اللي هي دي يبقى هنا لن معناها البيس كان اي يبقى اي باور 5 احنا عندنا الفورميلا كانت ايه؟ كانت لوج اي البيس اكس ايكوالز واي يبقى اكس باور واي ايكوالز اي هنا برضو البيس كان اي لانه مش مكتوب هنا لو اللوج مش مكتوب البيز يبقى اللوج البيس 10 لو اللن مش مكتوب البيز يبقى البيز اي يبقى دي معناها اي باور 5 ايكوالز ده اوكي ادي 8 اكس ايكوالز ودي ال 7 هناك اهو او هات الاكس على طول ممكن تحسبها دايركتلي ممكن تودي ال 7 وتعملها كده وتاخد لان الاثنين ماشي لو خدنا لان نعمل ديستريبيوشن تمام يا شباب نشوف كده بيقول اف اوف اكس ايكوالز ده طيب هنسيب دي وهنحل سم كويستشنز على تعال نشوف دي كده اهو بيقول y equals 3 e power of x plus 1 minus 5 وعايز يعمل solve ليها يعني عايز يجيب value of x اوكي يبقى 3 e power of x plus 1 equals y plus 4 وجاب ال e power of x plus 1 لوحدها اوكي هياخد ln الاثنين الستيب دي المحذوفه ايه هي؟ خدنا ln y انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ y plus 4 over 3 الاساتذه معايا كولن e power of x plus 1 يبقى ln y plus 4 over 3 equals ln كذا تبقى ln y plus 4 over 3
equals x plus 1 ln e and ln e equals 1 هتبقى يبقى ln y plus 4 over 3 equals x plus 1 times 1 يبقى الستيب دي اهي. اوكي نكمل. يبقى الاكس equals بدل الماي ال1 هناك بالماينس and f power of بص كده معايا f power of negative 1 of x will be ln كذا. ايه اللي عملناه هنا؟ عملنا جبنا الانفرس ليها مش كده ولا ايه؟ هو عايز الاكس عايز الانفرس ليها يبقى f power of negative 1 of ده ويشوف هيبقى الدومين عامل ازاي. طيب احنا هنحل شوية مسائل. نشوف شوية مسائل على البروبرتس برضو بتاعتها. Without using calculator find the value of without using calculator find the value of number one log 3 over 25 to the base 2 plus 5 log 5 to the base 2 minus log 125 over 12 to the base 2 plus log 27 to the base 2 minus log 243 to the base 2. هنشوف كده نحلها ازاي. مين يساعدني فيها؟ تعال نشوف كده مبدئيا البلس هيكون تايمز والماينس هيكون ديفايد يعني كل اللي قدامه ماينس هيبقى في الدينومينيتور يعني لو خدنا لوج واحد كده فتحنا براكتس كبير وعملنا فراكشن ده بوزيتيف مش كده ولا ايه؟ هيبقى كام ده؟ هيبقى 3 معايا يا شباب ولا ايه؟ هيبقى 3 over 25 times دي هتطلع فوق هيبقى 5 to the power of 5 مش كده؟ وبعدين دي هتبقى كام؟ 25 over 12 ودي فوق تبقى 27 البيت زي ما هو ما اتغيرش ودي هتبقى تايمز 243 اوكي تاني كده تاني قال لنا كله معايا الاساتذه يشتغلوا معايا ادي لوج 3 اوفر 25 وبعدين تايمز 5 باور 5 اللي هي دي 27 بالبلس تبقى تايمز فوق اللي بالماينس يبقى ديفايد اللي بالماينس يبقى ديفايد دي مع دي تبقى 5 باور 3 مش كده وبعدين ممكن حد يعمل دي كلها على الكالكوليتر شوف له كام سمبليفاي بس بسرعه يا جماعه لا 27 طب دي ماشي باي 3 دي مع دي 5 مش كده ولا ايه؟ طلع كام لو سمحتوا؟25 تايمز طلع كام؟ حد يحسب دي كده
يبقى دي معناها log 2، ما هو log 2 اهو، log 2 power of 2 للبيس 2، يعني الباور ينزل يبقى 2 log 2 للبيس 2 دي ب 1، دي equals 1، يبقى كل المسألة equals 2. تمام. طيب اللي بعديها مسألة تاني، بيقول لنا log O point O O nine minus log 27 over 16 plus log 15 and 5 over 8 minus log 1 over 12. The base is 10. مش كده ولا ايه؟ The base is 10 عشان البيز مش مكتوب. تبقى ايكوالز كام نشوف؟ ايكوالز log دي 9 over 1000 مش كده ولا ايه؟ ودي minus log 27 over 16 وبعدين plus log 15 times 820 plus 5 125 over 8 وبعدين minus log 1 over 12 it will be log ناخد طبعا البيس 10 قلنا دي 9 دي كانت 1000 على فكره 1 2 3 يبقى 9 over 1000 times 125 كالكوليتر بسرعه احسب الكلام ده وهنا 27 over 16 وبعدين times 1 over 12 نحسب دي يا جماعه يلا 9 دي 125 or 8 دي 27 مع دي فيها 9 دي مع دي فيها 2 دي مع دي تطلع كلها تروح مع بعضها على دي فيها 4 يبقى equals دي مع دي دي كده مع دي تطلع log 1 مش كده طلعت 1 يعني هيطلع 0 يطلع لوج 1 ان 12 و 16 و 100 و 800 و 125 اوكي لوج اكس تو ذا بيس 2 بلس لوج اكس ماينس 2 تو ذا بيس 2 equal 3 دي نمبر 1 نمبر 2 log x power of 2 equals log 4 plus log 9 okay I'll give you one extra point if you solve them لا plus x ازاي مش common plus معناه times يعني بص كده تاني ركزوا يا جماعة plus معناها تايمز يعني دي لوج لوج اكس تايمز اكس ماينس 2 مش هعمل بلس يعني من جوه لا بلس ازاي مش البلس ذا سام اوف ذا لوجز مين ذا لوج اوف ذا برودكت اوكي تمام يلا ايكوالز كام دي 3 تمام الكلام ده ولا ايه مثلا اكس بنيجاتيف 2 negative 2 هيبقى refused negative 2 هيبقى refused تمام ماشي طب هنا في 2 يبقى هنا يا جماعه 2 power of 3 equals x times x minus 2 يعني اعمل product كده x squared minus 2x equals 2 power of 3 equals 8 يعني x squared minus 2x minus 8 equals 0 يعني x minus 4 and x plus 2 equals 0 يبقى x equals 4 و x equals negative 2 نعمل check the answers negative 2 ما ينفعش لوج للنيجاتيف ما ينفعش يبقى دي refuse negative 4 ينفع يعني 2 هتخلي ده negative وده negative يبقى ال 4 is the answer مفهوم؟ اللي
بعديها كده بسرعة. خسرت ان واحدة اكس بسكس. تاني واحدة نحلها الأول نشوف مش الأنسر. طيب أعتقد إنها بوستيف والنيجاتيف بتهيألي عشان اكس باور 2. بوستيف والنيجاتيف. يبقى هقول هنا اكس اهو دي لوج اكس سكويرد ايكوالز لوج برودكت يبقى 36. شيل اللوج مع اللوج يبقى اكس سكويرد ايكوال 36. يبقى الاكس ايكوال بوستيف اور نيجاتيف 6. الاثنين اكسبتد ليه؟ لان باور اوف 2 نيجاتيف يعني الباور والاليمينيت ده نيجاتيف ساين عشان باور ايفن. اوكي يا جماعه ماشي. نظر 1 شوف لوج 49 ماينس لوج 7 باور اوف 2 هي ديفايدد باي لوج 0.07 كان ده ايكوال لوج اكس. ماشي يلا شباب خلي بالك ان دي باور كلها دي كلها باور لوج 7 اول باور اوف 2 مش 7 باور 2 الا كان بقت 0. Have you finished? Log 49 يعني دي معناها log كام هنا اقوله مين يحل معايا log 7 power of 2 minus كله معايا log 7 مستر وانا عملتها شيفت سولف طلعت 0.142 رقم كبير كان. حاضر حاضر استنى يا عم اهو كده اهو ديفايدد باي لوج 7 اوفر 100 مظبوط الكلام ده؟ خلي بالك بقى معايا تبقى 2 لوج دي باور 2 لسه 2 لوج 7 ماينس لوج 7 all to the power of 2 divided by log 7 minus log 100 عشان دي division جاناها تمام. لو خدنا من فوق log 7 common هنا بقى اخد log 7 معلش اتفضل 2 minus log 7 تمام ولا مش تمام divided by log 7 minus log 100 يعني 2 مظبوط كده ولا ايه؟ ماشي شباب ولا مش ماشي؟ مستر ما log 7 الثاني عليها باور 2 ما احنا خدنا كومن منها فما بقاش باور 2 فيها الاثنين فيهم باور 2 لا دي باور 2 على ال 7 بس فبقى 2 log 7 لكن دي الباور 2 على كلها معناها لوك 7 تايمز لوك 7 ده الديفرنس تمام كده ولا ايه؟ كله فاهم لغايه كده؟ ماشي؟ طيب نخلي بالنا بقى كده دي 2 ماينس لوك 7 ودي لوك 7 ماينس 2 لو راحوا مع بعض دول فيهم النيجاتيف 1 يعني دي كلها مع دي فيها النيجاتيف 1 يبقى log 7 يبقى هنا اهو هتبقى نيجاتيف log 7 يعني تبقى كانها log 7 power of negative 1 او log
1 over 7 في النهاية. تاني